صباح الخير لكل يلي عم بتابعونا عبر شاشة الام تي في. اليوم فقرة سينما هي تحية لبي السينما اللبنانية الأستاذ جورج ناصر يلي غدرنا هالأسبوع، وبمغدرته خسرنا شخص كتير مهم، شخص مش بس سينمائي مهم ولكن لبناني حب لبنان كتير وحط السينما اللبنانية على الخارطة، خارطة السينما العالمية. رح نحكي عنه، رح نشوف نحكي عن مسيرته ونشوف بعض المشاهد من الأعمال يلي قام فيها. شخص كان مقرب منه من تلاميذه ميريام ساسين، ضيفتي أهلا وسهلا فيك. هاي جيسي. ميريام مثل ما أنا قلت أنت تلميذته واشتغلت كتير معه مؤخرا، خاصة أنه كنتوا عم تعملوا مثل تحية وتحية كتير كبيرة لإله خلال السنتين اللي قطعوا. يمكن بداية خبرينا شوي عن الأستاذ جورج نصر يلي هو يعني مثل ما أنا قلت بي السينما، ويمكن في كتير عالم ما بتعرف عن أعماله يلي رفعت لنا اسم بلدنا كتير بالعالي ومن زمان. جورج نصر خلقان بطرابلس وبلش أول شيء بلش دراسة إدارة أعمال وما لقى حاله فيها، رجع قال إنه بركي بيعمل هندسة، سافر على أمريكا بوقتها كرمال يدرس أرشيتكتور، وهونيك اكتشف إنه الواحد في يدرس سينما. هو كان يحب كتير الأفلام وكان يحضر كتير أفلام بطرابلس، تقريبا يحضر 8 أفلام بالجمعة، واكتشف إنه في الإنسان يدرس سينما، حس إنه خلاص ترك كل شيء ودرس سينما بUCLA بهوليوود، وهونيك تعلم. بس قرر إنه يرجع على لبنان، إنه ما يبقى هونيك ويرجع على لبنان ويبلش يعمل أفلام. بوقتها بلبنان ما كان في صناعة أفلام، ما كان في أفلام بالمعنى الحقيقي، كان في كم أشخاص صوروا وعملوا قصص بس ما كان في يعني فيلم متكامل روائي. فهو عمل أول فيلم اللي اسمه إلى أين بال 57، وفين تقريبا تصويره ضل على شي سنه ونص لانه كان في كثير مشاكل، وتقريبا بلش كل شيء، يعني جاب ممثلين مسرح، جاب ممثلين منهم ممثلين، علمهم وعلم التقنيين اللي ساعدوه على تصوير الفيلم وانتاجه، ولقى انتاج. وكان بهيدا المعنى الى اين هو اول فيلم لبناني روائي، اول فيلم سينما مؤلف لبناني، وبعدين اتاخذ هذا الفيلم اتنقى بمهرجان كان، فبالتالي كان اول فيلم لبناني بيظهر من لبنان وبينعرض بأكبر مهرجان بالعالم اللي هو مهرجان كان. كمل جورج نصر وعمل فيلم تاني اسمه الغريب الصغير، كمان انقبل بكان ب 62، وبعدين عمل فيلم تالت اسمه المطلوب رجل واحد اللي صوره بسوريا ومن انتاج سوري، وكان هذا الفيلم بال 74. بس لسوء الحظ انه حظه كان سيء، بمعنى انه كل ما يجي ليعرض الفلومه بلبنان يصير شيء، يعني اول فيلم تحارب من الموزعين اللي كان بدهم يفرضوا اكثر السينما المصريه تبقى، وما كان حابين انه يشجعوا صناعه وطنيه انه تضارب على الافلام اللي هن بيوزعوها. الفيلم الثاني اتخانق مع المنتج تبعه، والفيلم الثالث كانت عم تبلش يعني الحرب الاهليه كانت قربت وقتها خلص الفيلم، وكان ما وقع وقتها حدا هامه انه يروح يحضر فيلم. بس كلهم يعني اللي ذكرتيهم هن انجازات، يعني شخص ايمن بالسينما وما كانت موجوده، وعاده نحن بنروح على هوليوود بنروح على امريكا، هو رجع من امريكا على لبنان وباول فيلم واول انتاج لبناني وصلنا على كان. هالانجازات يعني عن جد اللي هي تعد انجازات كثير كبيره، واليوم ما تم تقديرها يمكن مثل ما لازم للاسباب والظروف اللي انت ذكرتيها. تحولت هالانتاج، يعني هالانتاج القديم رجعتوا انتوا وصلتوه بطريقه ايجابيه مؤخرا، ويمكن اعطيتوه حقه اللي كان محروم منه بالفتره السابقه. خبرينا نتفه عن فيلم الى اين، وهيك بس كمان للفرج المشاهدين عن هالانتاج الرائع والراقي واللي هو قديم كثير، يمكن ما كنا بنعرف هالقد في السينما، في كثير اشخاص ما بيعرفوا هالقد في السينما اللبنانيه قديمه. مزبوط، نحن لوقت كثير طويل، يعني انا درسة بجامعه القلبة وجورج ناصر كان يعلم بالقلبة، وتقريبا من اول ما يعني من اول ما بلشوا يتخرجوا تلاميذ سينما هو كان استاذهم، فتقريبا خرج كل تلاميذ جامعه القلبة اللي دارسين سينما، فنحن كنا نعرفه طبعا لانه كان يعلمنا وعطانا افلامه، يعني هو يعطينا اياهم دي في دي لنحضرهم او يحضرنا اياهم بالصف، وهيك اكتشفناه. وكان لنا يعني شغفه للسينما، كنا مش شايفين هيك شيء، وطبعا واحد بيفوت كطالب مش عارف حاله شو عم بيعمل، بس انه بيحب الافلام، وقتها بيشوف هيك حدا كثير بيأثر فيه،
يعني اليوم نحكي كتير مع تلاميذ جورج ناصر تانيين واللي اليوم عم بيشتغلوا وعم بيأخرجوا وعم بيأنجوا، كلهم بيقولوا انه اكتر شيء علق فيهم هو قد ايه كان يحب السينما ومثل اعطانا هيدا الحب. حلو كتير. يعني اليوم يمكن افلامه ما وصلت للصلاة وما وصلت للناس، ولكن خرج كتير اشخاص مثلكم حيوصلوا رسالته من خلال افلامهم. حكينا شوي عن الى اين، خلينا نشارك المشاهدين بمقطع كتير قصير وبتشوفوا كمان كيف هالفيلم يلي بيحكي عن اللبنانية اللي هاجروا وهالمعاناة اللي عم بيعانوها اللبنانية من 100 سنة بعدها مستمرة لهلأ، بس شوفوا كيف جورج ناصر حول هالرسالة وحكي عن تراثنا اللبناني بمشهد كتير قصير من الفيلم. على بلعنا على بلعونا بيبي الغرب الوطن حنونا بين عميل فينا سائنا وكل العوازل ما بيهمونا أجازيكم يا عادينا شو ملنا معكم كفرقونا. على بلعونا على بلعونا بيبي الغرب الوطن حنونا تراث وثقافة لبنانية من زمان كتير، شيء بيبسط وبيفرح عن جد. خبرينا سريعا عن رحلة كان يلي صارت بال 2017 وكان هو كمان part of this trip، وبتشوفي كمان من خلال الصور والفيديوز قديش كان مبسوط وفرحان فيها. نحن بال 2015 بلشنا نصور وثائقي عن جورج ناصر يعني معه، وهذا الوثائقي نحن عم نشتغل عليه أدى لترميم فيلمه إلى أين بالطرق اللي بلشنا نشتغل فيهم وبدعم من مؤسسة سينما لبنان وبالتعاون مع نادي لكل الناس. نحن قدمنا هذا الفيلم لكان لأنه عندهم فئة اسمها كلاسيكيات كان كلاسيك، لأن بياخذوا أفلام مرممة قديمة وبيجعوا بيدخلون أنه بيحفظون بتاريخ السينما العالمية. فبال 2017 انقبل إلى أين بكان كلاسيك، ورجحنا نحن عن جورج ناصر خبرناه أنه فيلمه رح يرجع ينعرض بمهرجان كان، وأنه هو معزوم يرجع مهرجان كان بعد 55 سنة لأن آخر مرة كان ب 62 تقريبا. ما كان عم بيصدق، يعني أخذته وقت ليستوعب أنه فيلمه عم يرجع ينحكى فيه ومش بلبنان، بكان محل ما هو بلش. ورجع سافر معنا وقدم الفيلم هونيك، وإجا مدير المهرجان شخصيا تيري فريمو قدمه وقال انه هون قلعت السينما اللبنانيه ورجع كرسه كأب السينما اللبنانيه. هالرحله الرائعه يلي خبرتنا عنها في منها بعض المشاهد، خلينا المشاهدين يشوفوها ويشوفوا الفرحه يلي كان عايش فيها جورج ناصر عام 2017، خلينا نشوفها سوا. Il a un revient à Cannes et dans le Cannes classique. Dans la visite que nous faisons à l'histoire du Festival de Cannes à travers quelques films dont les copies ont été restaurées, celui que nous allons voir ce soir, il a été présenté en compétition à Cannes en 1957, quand on a vu venir la nouvelle génération mexicaine, coréenne ou roumaine, on savait que ces pays étaient des grands pays de cinéma. Et on voit aussi dans cette zone des Libans, le cinéma libanais, on voit plein d'auteurs très 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 passionnants, ici à Cannes, dans de multiples festivals. Eh bien, ce film-là prouve que le cinéma au Liban date pas seulement d'il y a 20 ans, mais de beaucoup plus longtemps que cela. Je voudrais accueillir sur scène Georges Nasser.
Vous vous souvenez de Cannes 1957? Oui, bien sûr. Cannes a beaucoup changé. Oui. Mais l'inconnu a placé le Liban sur la carte cinématographique au monde. تأثير على وجهك وأنا أكيد على كل الأشخاص اللي عم بتابعونا، هالفرحة اللي قدرتوا تجيبوها على قلبه من بعد هالفترة الطويلة والتقدير اللي حصل عليه بكان، يعطيكم ألف عافية. وعن جد يعني باسمي وبكل الأشخاص اللي بحبوا السينما واللبنانية اللي بحبوا لبنان، ثانك يو لكم على هالشغل اللي عملتوه. بعد كان وين رحتوا؟ بعد كان إلى أين انعرض بكتير محلات بأمريكا، بالمكسيك، بالبرازيل، بأستراليا، واتبسطوا فيه كتير في الدياسبورا اللبنانية اللي اكتشفوه لأول مرة. وكمان كان كتير مهم أنه نرجع نعرضه بلبنان، لأنه بلبنان كتير عالم مش حاضرين الفيلم. فنزلوا بسيالة متروبوليس بأول 2018، واليوم صار عنا DVD ظهر مظهرينه نادي لكل الناس، فيه الدوكيومنتير نصر وفيه إلى أين، في حيالة واحد يشوفه. إذا فينا هيك كمان نشوفه للDVD سوا، فإذا إذا حابين إنه كتاب عملته القلبة عن جورج نصر كمان، إذا حدا حابب يعرف أكثر عنه. إذا حابين نعرف أكثر عنه فإذا ونحضر من أعماله، هيدا الDVD عملته أنتو كمان، تحية لإله. وأنا هون كمان بدي لكم يعطيكم ألف عافية، وتحية منا لكم، وتحية لروح جورج نصر، هالشخص يلي عن جد حب السينما اللبنانية، هالسينمائي يلي حب لبنان من كل قلبه. وأكيد أنه روحه رح تكون موجودة على كل محل عم بتم فيه تصوير فيلم لبناني. هيدا منه حكي، هيدا حكي له. رح ننهي بهالفيديو الرائع يلي كمان من شغلكم، ويعطيكم ألف عافية عليه، هو من قلب الدوكيومنتري. بدنا نتشكر وجودك مريم ساسين معنا، ويعطيك ألف عافية. مرسي كتير على هالتحية اللي عم تعمليها، هيدا المينيموم اللي فينا نعمله كرمال شخص هالقد أعطى للبنان. مشاهدينا، هيدا كانت حلقة سينما، رح ننهي مع هالفيديو والتحية لروح جورج نصر. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. سينمائي كمان إنسان له أمر معين، وأكيد حسس السينمائيين اللي ماتوا عنا تقريبا 32 35 36، اليوم إذا في تصوير فيلم طويل يمكن أرواحهم تجي تحوم فوق التصوير وتتأرج على التصوير، قد ما كانت حياتهم مليانة حب للسينما. وأنا بتمنى أنه كمان بعد عمر طويل تجي روحي فوق تصوير سينمائي تضل أتمعن بالعمل السينمائي. Il y a ceux qui vivent d'images et de sensations imagées. Si vous n'êtes pas parmi eux, ayez le courage et la noblesse de les laisser à eux-mêmes en allant ailleurs. Laissez-les vivre leur monde et tâchez de vivre le vôtre. Thank you.